جعل نفسه من الله تبارك وتعالى يقول إني أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. من عمل عملا، ما قال في العبادة أي عمل، ولو كنت موحدا مؤمنا عملت عملا أشركت فيه غير الله مع الله، ولو كانت نفسك، ولو كانت حظوظ نفسك، نفسك تحدثك، تحدثك نفسك تحدثك، لا. إذن لا بد أن تلجمها، لا بد أن تكون شجاعا، وهذه الشجاعة لا بد أن تكون شجاع، شجاع أمام نفسك. وهذه النفس مطواعة إذا رأت صاحبها قوي العزيمة، عالم البصيرة، على الطريق السوي، يهتدي بهدى الله تبارك وتعالى ويحاسب نفسه. كما قلت لكم أن أحيانا البروعات، يعني الإنسان الآن نتكلم، نحن نأخذ شحنة إيمانية، نتكلم وتذكر والعقل الآن يدور أن سأحاسب نفسي، لو انقطعنا نحن عن هذه التذكير وهذه المواعظ سنعيش في أمان. ذكرت لكم أن الإنسان المستقيم أحيانا يغرق في بحر الأمان، مستقيم ضامن الجنة، ما عنده وقت ليحاسب نفسه، ورقة وقلم ما عنده وقت. ولهذا يعني أفضل طريقة تقسيم اليوم قبل أن تنام، بعد صلاة الفجر عندك الوقت مقسم من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، من صلاة الظهر إلى العصر، من صلاة العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء الآن، من العشاء إلى الفجر، قسم وقتك. ماذا تفعل؟ اضبط نفسك من بعد صلاة الفجر إلى الظهر ألا ترتكب شيئا فيه محرم، وألا تقع في شيء من الأشياء التي تعلم حكمها أنها لا تجوز. حافظ على نفسك، لا تستطيع بس هذا القدر، كم ساعة؟ هذا القدر مطلوب منك. انتهيت؟ إذن علامة صح، حافظت على نفسك. كان السلف الصالح يحسبون عدد الكلمات في النهار، في الليل يحسبون عدد الكلمات في النهار. أبو بلال مرداس بن حدير رحمة الله عليه كان من شدة ورعه أنه يستطيع أنه يحسب، يعني يخبر عن نفسه إني لأحسب عدد كلمات التي تفوهت بها في النهار، يعني بشدة إن الواحد، إن الواحد يوم يريد يتكلم يمنع نفسه، يحاسب، سوي ميزان قبل أن أتكلم، سوي ميزان، هو هذا ينفعني ذا الكلام ولا ما ينفعني، إذا كان منفعة تكلمه، إذا ما منفعة أو تركه. كم من حديث، كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، كم من كلام أريد أن أتكلم، ما الذي منعني عن هذا الكلام؟ عندي رغبة أني أتكلم، أهدر ماشي، ما أخوض فيه، تكلموا في واتساب، أتكلم معهم، أخوض معهم، كأنهم جالسين يناقشوا موضوع وأنا ساكت، أخوض معهم في مجلس، أخوض معهم. هذا كم من كلام قد منعنيه أريد أتكلم لكن يمنعني شيء. حديث بلال بن الحارث، ما حديث بلال بن الحارث؟ يقول حديث بلال بن الحارث، بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. هو أذكر الحديث يعني لفظ لفظ، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. افعل ما شئت فإن هذه الكلمة هي التي سببت لك سخط الله.